بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا مثل ما تلاحظون، هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن عظمة ديناصور. مثل ما تلاحظون، هذه عظمة الديناصور مأخوذة من عظمة حصلت لها ظروف، يعني ظروف قوية جدا. مثل ما تلاحظون، هذه الثقوب عبارة عن النخاع العظمي الداخلي المتواجد داخل العظمة. واضح أن العظمة مكسورة، لا يوجد إلا قطعة صغيرة جدا من عظمة كبيرة. طبعا يوجد نسبة كبيرة جدا من خلايا الدم المتحجر في هذه العينة، عبارة عن عظمة ديناصور حتى الآن غير معروف، لكني من خبرتي بعد دراسة أكثر من 8000 عظمة ديناصور عرفت أن هذه عظمة ديناصور بعد التنقيب. مثل ما تلاحظون، ممكن تلقى عينات نادرة جدا في البيئة، كونها يعني ممكن تلقى في البيئة عظام كبيرة جدا، يعني تحت عمق الأتربة، أو عمق كبير جدا قد يصل إلى 3 متر، 5 متر، و20 متر بعد. مثل ما تلاحظون، صراحة يعني دراسة علم العظام المتحجر القديم، يعني في فصائل من المخلوقات سواء كانت الثدييات أو الديناصورات أو أحد أنواع المخلوقات، يعني مهم جدا في الدراسة الأحيائية أو الدراسة البحثية في مجال علم الحفريات. طبعا درست جزء بسيط جدا من خلايا الدم المتحجر، قد يصل عمرها إلى 60 مليون سنة، طبعا قبل يعني ما يوازي 60 مليون سنة، نهاية عصر الطباشيري. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم في عينة أخرى.